القذف السريع أخرني عن الزواج. هذه الحالة عند واحد المراجع اللي جا العيادة، بالمناسبة العيادة موجودة في الدار البيضاء 23 زنقة الأمير مولاي عبد الله، قريبة الكرة الأرضية وقريبة الكازابور. يعني العمر ديالو 55 سنة، تأخر على الزواج. عامة الإنسان سيتزوج يعني من الأفضل 25 26 27 30، كاع 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 إلا تعطلتي تعطلتي 34. من بعد ماشي مزيان الإنسان يتزوج متأخر. لكن أنا ملي قلت له شنو المشكل اللي عندك، قال لي أنا عندي مشكل ديال القذف السريع، دمر الحياة ديالي وأنا ما نقدرش يعني هاد السر. قال لي أول نوبة تنقول لشي واحد، قلت له لك الدكتور. قلت له يعني كيفاش الرغبة الجنسية عندك؟ قال لي كاينة الرغبة كاينة الانتصاب يعني، ولكن أنا ما قدرتش نقول للناس حيت عليا ضغوطات عائلية وباغين يزوجوني الأصدقاء ديالي العائلة، ولكن أنا خايف من الفضيحة والشوهة يعني. لا نقذف دغيا، ما نشبعش المرأة كذا، ولا تمشي المرأة مثلا يعني تخرج عليا ولا تطلقني ولا تفسد عليا. المهم قال لي أنا هذه القضية دمرت الحياة ديالي. طبعا فحصته يعني في العياده، الذكر ديالو النيميرو واحد، الفولاته ديالو النيميرو واحد، سميتو كبار يعني مزيان، وعندو المني مزيان، عنده الرغبه الجنسيه. المشكل اللي عنده هو هذا القذف السريع، ولكن هذا القذف السريع نظرا لان تاخر يعني هو يعني في الزواج، يعني هو شنو كان تيدير؟ كان فوق ما مثلا ساعه ساعه تيمشي يمارس باش يجرب. قال لنا حسني نجرب يعني باش نشوف واش يعني تحسنت، الا تحسنت نتزوج، ما تحسنتش ما نتزوجش. هو طبعا دابا شنو تيوقع له؟ دابا هو تيفكر في هذه القضيه الليل ونهار، واكتئب، وما بقاش يخلط الناس، يعني اصيب بالاكتئاب يعني نظرا لهذه القضيه. ضغوطات عليه، الناس كامله تقول له تزوج تزوج، من الناحيه الماديه مستور الحمد لله، ولكن من الناحيه الجنسيه عنده هذا المشكل الكبير ديال القذف السريع. لكن هو القذف السريع تيتعالج الا تزوج او لا كانت عنده علاقات دائمه. اما شنو تيوقع له دابا؟ تيبقى مثلا شهرين ست شهور عام تيمشي يجرب تيقذف، تيقول هذا القذف السريع ما تحسنش. ويل دابا الا بقى هكا عمره ما يتحسن. المهم انا قلبناه، قلت له دابا الا بغيتي يعني الامور تمشي مزيان خصك تزوج. علاش؟ لان الزواج يعني علاج ديال القذف السريع. يا اما تيكون داك الراجل عنده مثلا يعني علاقه دائمه بحال الا مجوج وتيحسو يمارس الجنس، خصوصا الذكر ديالو مزيان، الفوله ديالو مزيانين، ما عنده حتى شي مشكل. اما باش بقى تجرب مثلا نوبه في 3 شهور، نوبه في 6 شهور، نوبه في عام، فوق مره تجرب راه تقذف دغيا، خصوصا الا كان عندك القذف السريع. حتى الا ما كانش عندك القذف السريع وتتمشي تجرب نوبه في 6 شهور، نوبه في 3 شهور، نوبه في، راه تقذف دغيا لانك ما تتمارس الجنس. مفروض على ان الانسان مثلا يعني يمارس على الاقل نوبه في الاسبوع، جوج نوبات في الاسبوع على حسب السن. الا كنتي صغير خصك تمارس تقريبا يوميا ولا نهاريا نهار، لا مع السن يعني تبدا الواحد يمارس نوبه في الاسبوع، جوج نوبات في الاسبوع، نوبه في العشر ايام يعني. اما انسان مثلا صغير 30 عام و 40 عام خصو يمارس على الاقل جوج ثلاثه نوبات في الاسبوع. اذا هو ملي تبدا يمارس نوبه في 6 شهور تيقذف دغيا، خصوصا الى عنده القذف السريع. اذا حنا نصحناه يعني طبعا قلبناه الحمد لله، ونصحناه على انه يتكل على الله ويتزوج، والقذف السريع تيتعالج بالزواج. ومن بعد ملي راه يتزوج يقدر يكون عنده القذف السريع، يقدر ما يكونش. الا كان عنده رانا نعطيه الدواء الحمد لله والامور تمشي مزيان، ما كانش عنده ها هو يعني راه يتزوج والحمد لله الامور تمشي مزيان باذن الله. حيت شحال من واحد تيعتقد على انه عنده كاع عنده القذف السريع وربما ما عندوش القذف السريع، وشحال من واحد تيعتقد ان عنده يعني الذكر ديالو صغير وهو ماشي صغير. اذا حنا يعني الحمد لله يعني قال لنا نقتني رانا نعرضك انت الاول، قلت له ان شاء الله راه تنقذ باذن الله، هي توكل على الله وتزوج ولا يجيب ربي التيسير، وحنا معاك ان شاء الله باذن السميع الكريم. نتمنى فهمتي هذه الحالات، نتمنى تشاركونا في فيسبوك دكتور بنيشو، في يوتيوب دكتور بنيشو، في انستغرام دكتور بنيشو، وفي تيك توك دكتور بنيشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله. رقم العياده هو 0522 26 52، رقم الواتساب 0664 00 95، أو 0664 00 33 30. إلا كنتي باغي الفحص تقول لي أوكي،
يكتب اوكي ما ديرليش ميساج حيت ما عنديش الوقت باش نسمع لي ميساج جو فو اون كونسلتاسيون اولا انت لي كونسلتاسيون انا نتصل عليك او اتصل على الكاتبه. شكرا لكم وادام الله عليكم الصحه والعافيه.